تذكر الفنانة التشكيلية أصالة عبد الحافظ زوارها كيف طغى اللون الأسود على لوحاتها العام الماضي جراء الحرب، وتحتفي هذه السنة بألوان التفاؤل ضمن معرض الجماعة التي تنتمي إليها حوار الرؤية. طبعا هذا معرضنا التشكيلي السابع. طبعا نحن جماعة فنية تؤسس سنويا. طبعا معرض مهم جدا، في تنوع من المواهب. ويعد هذا المعرض السنوي السابع للجماعة المكونة من شباب وشابات يهدفون لإنعاش الحركة التشكيلية في عدن. أسهم في تنشيط الحركة التشكيلية. طبعا الفنانين اللي معي في هذا المعرض تنوعوا بالأساليب بين التقليدية والانطباعية والسريالية والفن الحديث والمزج بين الأساليب الفنية. الحضور ومن مختلف الفئات تفاعل مع اللوحات التي تنوعت وطمحت إلى محاكاة مختلف المدارس الفنية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.